السلام عليكم، معكم عصام، السن ديالي 23 سنة. أنا كنت تعرضت واحد الحادثة، وأنني كنت مع الدراري صحاب ديولي في الوالدية، وكنت طحت من واحد البلاصة وضربت على العمود الفقري ديالي، مما أدى إلى شلل رباعي، وضربت أدى ليتا النخاع الشوكي، مما أدى إلى شلل رباعي كما قلت لكم. أنا كنناشد الناس المحسنين ولا المسؤولين ولا البرنامجيين ديال هاد المدينة هذا أنهم يتساعدوا معايا ويتعاونوا معايا، لحقاش كاين واحد كاين شي عملية وكيقولوا ما كاينش في المغرب، والعملية اللي مكلفة تقريبا الثمن ديالها هي فوق 50 مليون ولا 60 مليون ديال الدرهم. وكنناشد الناس المحسنين والمسؤولين انهم يعاونوني، لان الظروف ديالي لما طرويت انا المده ديال اللي ضربت بها دابا هي المده ديال 5 سنوات وربعة سنين وانا كندير دابا في الترويض، والثمن ديال الترويض مكلف بزاف، كيجي كيدير لك 3 حصص في السيمانه، 3 حصص خاصك 150 درهم الحصة، وأنا الوالد ديالي ما خدام غير في البحر، والأم ديالي ربت بيت، والأم ديالي راهي اللي مساعدة معايا وواقفة معايا واقفة في جنبي، هي اللي كتعاوني وهي اللي كتبدل ليا ليكوش، تبدل ليا الصوت ديالي، وهي اللي واقفة معايا مع الصباح، هي اللي تنوضني وهي اللي طايت لي على الاخوان دراري صحابي اللي في الحي ديالي، هما يطلعوني الكروسه ونبقاو، والاصدقاء ديالي يعاونوني ويدوني للجامع، والوالدين ديالي مكافسين معايا بزاف، والام ديالي اكثر هي الام ديالي، الله يسمح لي منها لحقاش مكرفسه معايا بزاف، هي اللي كتعاوني وهي كدير لي بزاف الحوايج، كتبدل لي ليكوش، تبدل لي حوايجي، وتبقى توقف معايا تعاوني، تتصايب لي حوايجي وتخرجني للجامع. وكناشد الناس المسؤولين ولا المحسنين ولا البرنامجيين ديال المدينه هذه، لا السي موليم ولا السي سعدان، لهم يوقفوا معايا ويعاونوني، لحقاش باقي متوقف على رجلاتي، وباقي متدير بزاف الحوايج، عندي بزاف طموحات. انا كنت خدام، خرجت من القراية ودفعت ليتية، وكنت خدام في 110، ملي قدر الله وما شاء فعل انني طاحت وقع لي هذا المشكل هذا، ما لقيت المؤازرة من الرفاق ديولي لديول الحي، وكناشد المسؤولين أنهم يعاونوني ويساعدوني ووقفوا معايا. شحال من عام دابا تقريبا انت في هاد الحاله هادي؟ دابا مدة 5 سنوات وانا في هاد الحاله هادي، وعام دابا باش حبست الترويض، لحقاش امكانيات ماكاينينش، الوالد كما قلت لكم خدام في البحر وكيدير يجبد المصاريف ديال الترويض، خاصك قلت لك 150 درهم الحصه، وهما يا الناس اللي الاطباء كيقول لك تبع الترويض، والترويض خاصو يكون ترويض واحد العلاج، الترويض خاصو يكون مكثف، خاص على الاقل دير واحد 6 حصص في النهار، وانا كيجي عندي من الترويض كيدير لي حصه فيها ساعه، كيجي عندي البيت هنايا و150 درهم الحصه، وكيدير لي ساعه كيقول لك ما كافياش بزاف، ماشي شويه، خاصك واحد 6 حصص كما قلت لك ديال الترويض. كما قلت لك كناشد الناس المحسنين ولا المسؤولين ولا البرلمانيين ديال هاد المدينة هادي أنهم يساعدوني ووقفوا معايا، تنوقف على رجليا إن شاء الله. كيف ما كتشوف يعني ما نقدروا نزيدوا حتى شي حاجة للهضرة اللي قال، غير بالنسبة حنا غير اللي كنزيدوا نأكدوا عليه وكنلحوا عليه، أن تكون شي التفاتة من طرف هاد المسؤولين اللي ذكر
حال لانهم معروفين بالجود والكرم ديالهم. هذه اول حاجه يعني في المدينه، حنا مدينه الاسفل معروفه مدينه صغيره، يعني مدينه كتسمع فيها اي حاجه كتقولها كتسمع يعني فلان راه دار، فلان راه فعل، فلان راه ترك، يعني دغيا الهضره كتدور في المحيط. يعني داكشي علاش حنا مني هو سمع هادشي بادر انه زعما نتمنوا يلبيوا له هذا النداء ويستمعوا ليه ويكون مستجاب ان شاء الله. بالنسبه للحياه حنا عصام راه كنعيشوا معاه، يعني بحال قلتي تقريبا كل واحد فينا على حساب الظروف ديالو، يعني 24 ساعه 24 تقريبا، يعني ما كاينش انا، يقدر يكون الاخ حمزه، يقدر يكون الاخ محسن، يعني كل واحد الحياه راه من الصباح، يعني من الفياق ديالو حتى النعاس ديالو، يعني خصو يخرج يمشي للجامع لانه مواظب على الصلاه ديالو، مواظب على يعني شي حويجات اللي هما تيديرهم، الحركات اللي هما كما كنقولوا ملي ما بقاش يدير الترويض، يعني بعض الحركات الرياضيه. كاين الاخ بحال سي محمد تيجي بعض المرات يعاونو، يحرك له رجيلاته ويحرك له يديه شويه، يعني كل واحد من من من, من الوقت ديالو، يعني تيحاول انه يكون. واللي نقدروا نقولوا اننا ما نقدروش هادو وجد، ولكن اللي نتمنوا في الوقت انه حتى هو يكون غادي معنا، يعني يمشي معنا حتى هو بحال شي حويجات محروم منهم، نقدروا نقولوا البحر، يعني لا بيسين، يعني هادو حويج اللي كان في قبل كانت يمشي ليهم، يعني كانت يعيشوا معنا الفيستيفال، يعني بواحد كما كنقولوا حنا طريقة ديال الشطيح، وهذه يعني واحد الصورة اللي ما حنا ما كنكونوش ديك الساعة، ما حنا ما حاسينش، وراه حاضر معنا الجسد، ولكن راه العقل ديالو والداخل ديالو حنا راه ما كنعرفوش اشنو حاس. المهم راه الابتسامة كتبان لك كاينة، ولكن اللي نتمنوا ان هاد الناس يستجبوا لهاد الدعاء، هاد الطلب اللي هو بسيط. كما قلت الام ديالو مسكينة هي اللي معذبة بزاف ومكرفسة بزاف، حيت كنشوفوها كل نهار مسكينة كتعاني معاه، وكنتمنى من المسؤولين البرلمانيين كما كيقول ديال هاد البلاد يتعاونوا معاه والمحسنين. هادشي كنتمنى من عند الله سبحانه وتعالى، والله يشافيه لينا، وبغيناه يوقف على رجلياته، هادشي اللي كنتمناو، هادشي اللي كنتمناو. وكما قالوا الاصدقاء فعصام هو شاب طيب، يعني الحي كامل كيشهد بالاخلاق والطيبوبه ديالو، قدر الله ما شاء فعل، يعني تعرض لواحد الحادث اللي قدر الله عز وجل وهو راضي بهذا القدر. يعني عصام ديما الابتسامه على الوجه ديالو، فيما كتجي عنده كتلقاه ديما ضاحك، ولكن راه نفسيا راه الله اللي عالم بيه، يعني راه مأزم بواحد الحاله نفسيه، فهمتي؟ ولكن ما كيبغيش يبين، يعني دار الترويض، الاسره ديالو على قد الحال، كما قال الاب ديالو يعني بحار، الاب ديالو والام ديالو ربت بيت، عنده اخوه اخرين، يعني المصاريف فهمتي كثيره، يعني بحال الترويض يعني داروا 4 سنين 150 درهم الحصه، وعلى الاقل خصو يدير 3 حتى 4 حصص في اسبوع، يعني راه ما ساهلاش، دار لمدة 4 سنين ولكن قاطع عليه الأسباب مادية، يعني مابقاش عنده الإمكانيات. حنا كأصدقاء ديالو كإخوة يعني راه كبرنا معاه، راه ما غاديش نفوتوه، كنساندوه يعني معنويا، جينا يعني بعض المرات كنجو بحال البيت، حنا اللي تعاوننا معاه صبغناه، يعني بحال هاد الكاتر علاش كينعس، يعني الأخ محمد الله يجازيه بخير هو اللي شاف محسنين اللي جابوه ليه، يعني الدراري راه واقفين معاه. ومن هنا كناش يعني بالنسبه نيت الكروسه علاش كيمشي، يعني كما كتشوفوا عنده كروسه كلاسيكيه، عصام خصنا نشوفوا ليه شي كروسه، ما كرهناش شي واحد من هذا المنبر اللي يجيب لي شي كروسه اللي الكتريك اللي كتخدم بالكهرباء. وكنتمنوا من الناس المسؤولين ديال المدينه يشوفوا من حال هذا الدري هذا ويتعاونوا معاه باش يوقف على رجلاته ان شاء الله ويرجع كما كان، لانه عنده طموح كبير في الحياه. والسلام عليكم احبتنا الكرام. كاضافه لما قالوا الاصدقاء ديال عصام، نوهوا بالعمل ديال الناس الجمعيات المجتمع المدني، يعني الا كانوا كيسمعونا وكيشوفونا يعني من هذا المنبر هذا، كنوجهوا لهم نداء باش يزيدوا مازال يكملوا، يعني كاين مثلا باقي هو في حاجه انه خاص ليكوش يعني كتشوف يعني شحال من كوشه خاصه مثلا في النهار او لا في الاسبوع، ولا كذلك الدواء، كذلك يعني هادو ديال لا سوند، هاد السوند حتى هي يعني اقل المسائل. دابا حنا اللي كتبان لينا راه كيف والو، ولكن راه في حد ذاتها راه مكلفه جدا. والترويض يعني كذلك، يعني الناس ديال الترويض، يعني كاين عندنا الترويض في مستشفى محمد الخامس، باش يجي داك السيد من السبيطار لهنايا راه مكلف عليه، لانه ما عندوش القدره وما كيكونوش صحابو ديما ديسپونيبل باش انهم يدوا يديروا تمايا، وحتى لا داو كي قلتوا 10 الوقت 10 دقائق ما كافيه والو، ما كافياش،
يعني هو بأحل يعني بأمس الحاجة لهذيك العملية اللي قالوا عليها كتكون في كازا ياك. الترويض الترويض كيكون في كازا بعدا كيكون داك ديال لي غوبو هو اللي خاص في هذه الحالة ديالو. كاين عندنا في كازا في مراكش العملية كتسوى 50 مليون سنتيم يعني كتكون خارج المغرب. وكنتمنوا يعني هو وجه واحد النداء واحد جوج الاشخاص معينين وينه هو براسه التمس فيهم الخير. نتمنى الله تعالى انكم تكونوا في النداء وانكم يعني تشوفوا بعينكم وتحنوا بقلوبكم في عصام والناس بالناس والناس بالله تعالى. ومتمنيتنا يعني بالشفاء العاجل لخويا عصام. والشكر لكم نتوما اللي كان لانكم تبارك الله واحد دخلنا عاوتاني هذه الحاله الثانيه اليوم كنصوروها وكندخلوا كنلقاو يعني راه هذاك التكتل ديال العائلي وديال الحباب حتى هو عنده حتى معنويا عنده واحد الوقع زوين في النفس ديال المريض. ونتمنى الله تعالى يشافيك ويعافيك خويا عصام. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.